سلام، مرحبا بكم جديد في فيديو جديد. جبت لكم هاد لاكريم اللي كتحيد الشعر في الجسم بدون الم، واخا تكون عندك بشره حساسه تقدر تستعمله. اللي بغى يعرف التفاصيل يبقى معايا حتى الاخر، وما تنساوش تشجعوني بابوني وتفعلوا الجرس. كريم ازاله الشعر ديال فيشي كيحيد لنا الشعر بلا الم، واخا تكون البشره عندك حساسه تقدر تستعمله، لان فيه لوتيرمال. هاد لوتيرمال كيساعد البشره على التحمل وما كيخليهاش للتعب، وكذلك فيها زيت اللوز الحلو. هاد زيت اللوز الحلو كيغذي لنا البشره وكينعمها وكيرطبها. كريم ديبيلاتوار كنستعملوه على خط البيكيني وعلى الابطين وحتى على الوجه. ملي نبغيو نستعملوه خاص تكون بشرة عادية، ما فيها لا التهابات لا حمورية لا جرح لا حبوب، وما نستعملوهاش بعد التعرض للشمس مباشرة. ونردوا البال الى درنا التقشير. بالنسبة للبشرة العادية ما نديروش لاكريم حتى تفوت واحد ليلة ولا ليلتين، اما البشرة الحساسة فاحسن 4 ايام. وملي نحيدو الشعر ما نغسلوش البشرة ديالنا بالصابون او اي منتج به رائحة ولا الكول، نغسلو فقط بالماء البارد. ملي نبغيو نستعملو كريم ازالة الشعر ديال فيشي اول مرة، نديرو واحد الاختبار في اليد ديالنا، ندهنوها بلا كريم، نخليوها واحد 6 دقائق، ومن بعد نزولوها بسباتيول. سباتيول هي واحد المعيلقة كتكون مع لا كريم، ونغسلوها بالماء البارد فقط، ونتسنى واحد 24 ساعة. لا ما دارت لينا لا حمورية لا حكا، ديك الساعة نستعملوها وحنا مطمئنين. طريقة الاستعمال ديال لاكريم إزالة الشعر ديال فيشي، كناخدو لاسباتول كنوزعوها على المنطقة اللي باغي نحيدو منها الشعر، كندير واحد الطبقة قليل سميكة وكنخليوها مدة 4 حتى 6 دقائق. وفي حالة اللي كانت عندنا شي منطقة عندنا فيها الشعر غليظ وقاصح كنخليوها حتى 10 دقائق. كناخدو هذيك الملعقة وكنجرو عكس الزغبة، ومن بعد كنغسلوها بالماء بارد ونشفوها شوية، وهاد العملية ما كنعاودوها حتى تفوت 72 ساعة.